السلام عليكم ورحمة الله. اليوم سنقوم برسم بورتي ينظر إلى الأعلى، وجه جانبي بطريقة أندرو لوميس. سنرسم دائرة مثل هذه، وكلنا يعرف كيف يرسم الدائرة. ثم نرسم دائرة صغيرة وسط هذه الدائرة. سنقوم بتقسيم هذه الدائرة إلى 4 أقسام عن طريق رسم خط أفقي وعمودي. الخط الأفقي سيكون مائلا للأعلى، لأن البورتري هذا سيكون ينظر إلى الأعلى. نرسم الخط الأفقي الآن، ثم نرسم خطا متقطعا يصل بين الدائرتين، سيحدد لنا مكان الحاجب. حسنا، ثم نرسم الخط العمودي، يقسم لنا الدائرة إلى 4 أجزاء، وهذا المكان هو مكان رسم الأذن دائما في هذه الدائرة. ثم نرسم خط متجه للأسفل، ثم نرسم الفك من بداية الأذن إلى غاية الخط الذي رسمناه. هذا مكان رسم العين، وهذا الخط المتقطع مكان رسم الأنف. نرسم بشكل عشوائي الأنف، الفم، ثم نحسن من الفك، ثم نرسم الرقبة، نرسم العين مغلقة كمثال، ثم الحاجبين، ثم نبرز الأنف والفم. حسنا، نحصل على هذه النتيجة في أسرع مدة، وسيكون تدريب رائع لتعلم رسم البورتري الأسفل ثم الأعلى. حسن من جودة رسمك باستعمال هذه الطريقة. نكمل رسم البورتري، نكمل رسم الشعر مثلا بطريقة خيالية، سيكون هكذا من نسج خيالنا. ما رأيكم فيه؟ إنه رائع جدا. حسنا، سنعيد المثال بطريقة أخرى بنفس الطريقة، ولكن سنضع البورتري ينظر إلى الأسفل. كما قلنا دائرتين، والدائرة الداخلية سنقسمها إلى 4 أجزاء. نطلب من أحد التلاميذ يقول لنا، يحدد لنا مكان الاتجاه الأفقي نحو الأسفل، ثم نرسم العمودي، ثم نرسم الخط السفلي، ثم نرسم الأذن في هذه القطعة دائما، ثم نرسم الفك. سنقوم برسم الأنف ثم الفم بهذه الطريقة. ستساعدك هذه الطريقة برسم البورتري في أسرع مدة. أيضا نعيد المثال برسم البورتري ينظر إلى الأعلى. تذكروا، سنعيد المثال ينظر إلى الأعلى هكذا، الخط الأفقي، ثم مكان رسم الحاجب، ثم الفك، ثم الرقبة، ثم أنف، فم، هكذا كمثال. سيساعدك في رسم البورتري بأسرع مدة. هذا مكان رسم الأذنين. حسنا، شكرا لكم على المشاهدة. هذه